الدرس الحادي والستون مقدمات بين يدي قصة نبي الله عيسى نبذة عن انحراف بني إسرائيل بعد موسى نبذة عن الأناجيل المحرفة عقائد الناس في عيسى ولادة مريم وكفالة زكريا لها. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، بعد أن توفي نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه، خلفه من بعده نبي الله يوشع، وعاشت بنو إسرائيل بعد ذلك فترة من الزمن زاد فيها انحرافها، وذلك أن الانحراف كما تعلمون وقد مر بنا ذلك كان متأصلا فيهم، بل إن موسى صلوات الله وسلامه عليه لم يسلم من أذاهم، وحاول أن يصحح كثيرا من الانحرافات التي وقعوا فيها، ومع هذا أصابه من أذاهم ما أصابه، حتى قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى أوذي أكثر من هذا فصبر. استمر الانحراف في هذه الأمة، أمة بني إسرائيل، زمن موسى وبعد موسى إلى قبيل بعثة عيسى صلوات الله وسلامه عليه. وكان كبراؤهم ينقسمون إلى خمسة أقسام: الصديقيون والفريسيون والرهبان والكتبة والكهنة. الصديقيون هؤلاء الذين كانوا بعكس اسمهم، هؤلاء كانوا منغمسين في اللذات والشهوات، وأما الفريسيون فهم الذين كانوا يظهرون الزهد، وحقيقة الأمر أنهم كانوا يبتزون أموال الناس. ثم الرهبان وهم عباد منقطعون، غالبهم ضلال لا يدرون كيف يعبدون الله تبارك وتعالى، وكان منهم تنطع كثير في دين الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: ورهبانية ابتدعوها. والقسم الرابع هم الكتبة، وهم الذين كانوا يكتبون التوراة ويكتبون الأحكام، ولكنهم كانوا يطلبون بها الدنيا على حساب الدين. ثم الكهنة وهم الذين يحرضون ويأمرون الفقراء بأن يقدموا النذور فيأكلوها هم. وهذا كله جاء في كلام الله تبارك وتعالى في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وقال جل ذكره: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. في هذا المجتمع المليء بالمعاصي المليء بالفسق في الفجور بعث الله تبارك وتعالى نبي الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه. عندما نريد أن نرجع إلى حياة عيسى صلوات الله وسلامه عليه أو على أوامره ونواهيه وأحكامه وغير ذلك، ونجد أن الكتاب الذي بعث به عيسى صلوات الله وسلامه هو الإنجيل، فلنحاول أن نرجع إلى الأناجيل الموجودة وأن ننفض عنها الغبار المتراكم لمدة أكثر من 2000 سنة. فعندما ننفض هذا الغبار عن هذه الأناجيل، وليست إنجيلا واحدا بل أناجيل تعدت 70 إنجيلا، أشهرها 5 يؤمنون منها بـ4: لوقا ومرقس ويوحنا ومتى، ويكفرون بالخامس وهو برنابة. عندما ننفض الغبار عن هذه الأناجيل سنتأذى كثيرا من ذلك الغبار الذي سيصيبنا، ثم بعد ذلك ننظر هل سنخرج بنتيجة بعد أن نجمع هذه الأناجيل وننفض عنها الغبار ونحاول أن نقرأ هذا وهذا وذاك والرابع والخامس،
ثم نحاول أن نخرج بنتيجة من خلال هذه الأناجيل، من هو عيسى؟ ماذا يريد عيسى؟ بماذا أمر؟ وعن ماذا نهى؟ كيف كانت حياته؟ ننظر في الأناجيل. فنجد أولا أن المدة كانت طويلة جدا، أكثر من 2000 سنة كما قلنا. ثم بعد ذلك نجد أن هذه الأناجيل جميعا لا توجد لها أسانيد يعتمد عليها. فأنت عندما تريد أن تعتمد على كتاب ما لابد أن يكون هناك إسناد لهذا الكتاب، كيف وصل إلينا؟ لا توجد أسانيد لهذه الأناجيل، بل فقدت الأسانيد بعد موت عيسى أو بعد رفع عيسى صلوات الله وسلامه 50 سنة فقط، لا يجدون أسانيد لهذه الأناجيل. ثم كذلك لا توجد أي مخطوطات لهذه الأناجيل المدعى حيث ينظر فيها. كذلك نجد أنه ليس إنجيلا واحدا وإنما أناجيل، وهذه الأناجيل بينها اختلافات واضطرابات وتضادات بحيث لا يمكن الجمع بينها والخروج بنتيجة صحيحة. ثم كذلك الأناجيل الموجودة عندما نقرأ المواضيع التي تطرحها لا نرى أبدا أنها هي الإنجيل الذي جاء به عيسى، فلا أحكام ولا شيء، وإنما هي قصة عيسى، إذن كتبها غيره وليس هو الذي أتى بذلك الكتاب من الله تبارك وتعالى، الذي قال الله تبارك وآتيناه الإنجيل، وهذا الإنجيل الذي قال عيسى صلوات الله وسلامه عليه فيه ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لا نجد شيئا من ذلك في هذه الأناجيل. وفي النهاية نقول ما تسوى تعبها، يعني هذا التعب الذي سنجده في نفض الغبار وجمع الكلمة والنظر في الأناجيل ما يسوى ما يخرج منها بعد ذلك. ويكفيك أن تعلم أنك أول ما تنظر في أي إنجيل من هذه الأناجيل فإنك تجد تفاهة عظيمة من تفاهاتهم تدل على طغيانهم وخبثهم وكفرهم، أنهم عندما يذكرون عيسى يذكرون نسبه إلى يوسف النجار، ويوسف النجار هو الذي اتهمت به مريم عليه السلام، فهؤلاء الخبثاء يصدقون اليهود في دعواهم أن عيسى ابن زنا والعياذ بالله، وأنه من ظهر يوسف النجار وليس هو كلمة الله ألقاها إلى مريم، فينسبون عيسى إلى يوسف، وهذا كما قلنا من خبثهم. ذكر عيسى بن مريم في كتاب الله تبارك وتعالى 35 مرة، وذكرت أمه مريم 9 مرات، ولا مجال للفصل بينهما بل نذكرهما على أنها قصة واحدة. اختلف الناس في عيسى على 3 أقوال، قالت اليهود هو ابن زنا لعنهم الله، وقالت النصارى هو ابن الله لعنهم الله، وقال المسلمون هو عبد الله ورسوله رحمهم الله. هذه 3 أقوال في عيسى صلوات الله وسلامه عليه. أما مريم أم عيسى فهي صديقة كما سماها الله تبارك وتعالى، وأمه صديقة وهي قانتة كما قال الله تبارك وتعالى وكانت من القانتين. مريم من سلالة داود، ونحن إذا أردنا أن ننسب عيسى فننسبه إلى أمه كما نسبه الله تبارك وتعالى فقال عيسى ابن مريم، وهو ابن مريم، ومريم من سلالة داود عليه السلام. تبدأ القصة عند قول الله تبارك وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. امرأة عمران عابد من عباد بني إسرائيل ورجل صالح من أولئك القوم، والمشهور أن امرأته أيضا صالحة واسمها حنة، قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا، تقول لربها سبحانه وتعالى إني نذرت لك ما في بطني محررا، ولا تعلم ماذا في بطنها. قيل إنها عندها بنت واحدة، وهذه البنت هي التي تزوجها زكريا، ثم بعد ذلك حملت فتوقعت أن يكون الحمل ذكرا، فنذرت هذا الذكر لبيت المقدس ليكون خادما في بيت المقدس، يعني أحد الرهبان الذين يعيشون في بيت المقدس ويخدمون الناس هناك أو يخدمون الرب، لأن خدمة الرب يعني عبادته. المهم أنها نذرت ما في بطنها محررا،
محرر من الدنيا، لأن الدنيا تستعبد الإنسان. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، فالدنيا تستعبد الإنسان. هذا محرر، أي محرر من كل قيود الدنيا، وهو متفرغ لعبادة ربه تبارك وتعالى. إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. لكن الذي وقع أنها ولدت أنثى. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وضعتها أنثى، أي النسمة أو النفس التي ولدتها أم مريم وهي زوجة عمران. قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. والله أعلم بما وضعت أو والله أعلم بما وضعت، فعلى قراءة والله أعلم بما وضعت فتكون هذه جملة معترضة، فكأنها تقول رب إني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فكان هذا الكلام الذي دخل بينه هو كلام الله سبحانه وتعالى، فالله لما قالت إني وضعتها أنثى فيجيبها الله يقول الله أعلم بما وضعت، الله يدري أنها أنثى. أو يكون من كلامها هي فتقول رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، يعني الله أعلم بما وضعت، وإني سميتها مريم، أي كما أني نذرت هذا المولود ليكون خادما للرب فكذلك طالما أن المولود صار أنثى فكذلك تكون خادمة للرب لأنها نذرت ما في بطنها. ومعنى مريم خادمة الرب في لغتهم، قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إني سميتها مريم، متى سمتها؟ أول ما وضعت. فهذا دليل على أن الإنسان يجوز له أن يسمي ولده أول ما يوضع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أنس بن مالك بأخيه عبد الله أول ما وضعته أمه جاء به ليحنكه النبي صلى الله عليه وسلم فسماه عبد الله في نفس الوقت. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبي أو المولود يسمى يوم سابعه، فالأمر فيه سعة، يجوز أن يسمى في أول يوم يولد ويجوز أن يسمى في سابعه. قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبولها، أي استجاب الله دعاءها جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. فمريم إذن لما استعاذت أمها من الشيطان أن يمسها لم يمسها الشيطان، وكذلك استعاذت أن يمس ذريتها فلم يمس ذريتها وهو عيسى صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله تبارك وتعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها أي رباها وكف فلها زكريا. زكريا خير بني إسرائيل في ذلك الوقت نبي، فكفل الله مريم زكريا، وفي قراءة أخرى وكفلها زكريا. إذا إما أن يكون الله كفل أو إما أن يكون زكريا هو الذي كفلها، على كل حال زكريا هو الذي اعتنى بها وكفلها زكريا. كيف استطاع زكريا أن يأخذ مريم؟ المشهور أن عمران والد مريم مات وهي حمل في بطن أمها أو بعد أن ولدتها مباشرة، ولذلك نجد أن امرأة عمران نذرت ما في بطنها دون الرجوع إلى زوجها وسمتها كذلك دون الرجوع إلى زوجها، مع أن زوجها كان مصطفى كما قال الله: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، فهو رجل صالح بل كان من عباد بني إسرائيل، فكيف زوجته لا ترجع إليه في النذر ولا ترجع إليه في التسمية؟ قالوا ذلك أنه كان قد توفي ومريم حمل في بطن أمها، أو أنه مات بعد الولادة مباشرة، يعني قريب من وقت الولادة، والظاهر أنه مات وهي حمل في بطن أمها. كيف كفلها زكريا؟
بعد أن مات أبوها ونذرتها أمها لبيت المقدس، تسابق العباد في بيت المقدس إلى كفالتها، وذلك لمكانة أبيها. أبوها كانت له مكانة عظيمة عندهم، وكان من عبادهم وعلمائهم، فلذلك تسابق الناس لخدمته، كما قال الله تبارك وتعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فالله يحفظ النسل بصلاح الآباء والأمهات، فلصلاح الأبي تسابق الناس إلى كفالة ابنته مريم. فكان زكريا ممن طلبها مع الناس، فنازعوه إياها فقالوا لا حتى تكون هناك قرعة، فعملوا قرعة كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذن صار هناك إلقاء وأقلام، قرعة. كيف كانت القرعة؟ قالوا كانت القرعة بأن وضع كل واحد منهم قلمه ونادوا صبيا لم يبلغ الحلم، قالوا اختر قلما من هذه الأقلام والذي يخرج القلم الذي يحمل اسمه هو الذي يكفلها. فجاء الصبي ونزع القلم فإذا قلم زكريا، فنزعوه قالوا له قرعة ثانية. قال على ما تحبون، ماذا تريدون؟ قالوا نرمي أقلامنا في الماء. ثم ماذا؟ قال القلم الذي يمشي بعكس التيار هو الذي يأخذ مريم، لأن هذا اختيار الله، هو الذي يأخذ مريم، ما في مانع. فألقوا أقلامهم فكلها جرت مع التيار إلا قلم زكريا، جرى بعكس التيار. فقال أعطوني مريم. قالوا قرعة ثانية. قال كما تشاء. قالوا نرمي أقلامنا فالقلم الذي يمشي مع التيار هو الذي يأخذها، ما في مشكلة. فألقوا أقلامهم فمشى قلم ذكر ما ثوره، مشت أقلامه كلها بعكس التيار ليقضي الله أمرا كان مفعولا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم